حضور 150 مندوبا جاءوا من مختلف البلدات والقرى التابعة لناحية الخط الشامية. بدأ المحكمة بدقيقة صمت على أرواح الشهداء ومن ثم كلمة ترحيبية بالضيوف، ثم قراءة التقرير السياسي بسرعة رقم والتوجيهات الصادرة عن المجلس العام لحزب سوريا المستقبل، ثم تلاها قراءة التقرير التنظيمي لجنة الخط الشامية والاستماع لكلام الضيوف والشخصيات والبرقيات الواردة لتهنئة المؤتمر. أكد المؤتمرون بأنه في ضد قيادة أحزاب وطنية جامعة لكل أطياف وشرائح الشعب السوري بمختلف قومياتهم وأديانهم وملاهبهم. الشعب أحوج ما يكون فيه في هذه المرحلة الدقيقة والمفصلية إلى حزب يعيد الضحكة الوطنية ويحافظ على وحدة البلاد، إلى حزب تقدم يؤمن بالتغيير السياسي السلمي وعقد اجتماع دستوري يؤسس لسوريا ديمقراطية لا مركزية تقوم على مبادئ التعددية وحرية الاعتقاد والتعبير عن الرأي والمساواة بين الجنسين وتساوي المواطنين بالحقوق والواجبات. حزب يرفض أشكال الشيفونية والعنصرية. أكد المؤتمرون على إقامة أفضل العلاقات مع أعضاء المعارضة السورية ويدعوها للتعاون والعمل المشترك ورصد كل الطاقات من أجل وقف نزيف الدم وإعادة البناء والاستقرار والعمل على تقديم كل ما يلزم لعودة النازحين والمهجرين إلى أماكن سكنهم وعودة القوى والمنظمات التي تؤمن بالحل السلمي وعودة المبعدين نتيجة الصراع القائم. كما أكد المؤتمرون بأنهم ينطلقون في تطوير ونشر الحزب في مصلحة الشعب السوري ووحدة الأراضي السورية التي تقدم على كل مصلحة قومية أو مذهبية أو دينية. يرفضون المحافظة على هذه الأسس وبأنهم غير مرتبطين بأجندات إقليمية أو دولية أو برامج وأحزاب وتنظيمات سياسية. أجمع المؤتمرون على الالتزام على أننا في حزب سوريا المستقبل نرى بأن الحل السياسي للأزمة السورية برعاية دولية هو الخيار الذي لا بديل عنه على أن تكون جميع أطياف الشعب السوري ممثلة بعملية سياسية دون إقصاء أي مكون، بما فيه ذلك تعديل الدستور السوري والمشاركة بحرية الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بإشراف الأمم المتحدة. انتهى المؤتمر بانتخاب رئيس مجلس ناحية الخط الشامية الرفيقة ريم فرج الخليل بأربعين صوت، كما تم انتخاب نائب رئيس ناحية الخط الشامية الرفيق عمار خليل الخرف 61 صوت. انتخاب أعضاء مجلس ناحية الخط الشامية عددهم 21 عضو. وانتخاب أعضاء مؤتمر المحافظة. الرحمة لشهدائنا والشفاء العاجل لجرحانا. عاش سوريا ديمقراطية.